هذا المعقد هذا اللي امامي بارك الله بك بارك دقيقة واحدة راح أعطيك الأحداثيات من إلى استلمت سيد لحظة وين سيد خضير؟ اليوم تم تنفيذ عملية عسكرية ضمن قاطع فرقة المشاة 14 لتفتيش الجزء الغربي من جزيرة قنعوص. العملية تمت بقطعات من لواء المشاة 50 فرقة 14، وكذلك شارك في العملية فوج مغاور فرقة المشاة 16 وقوات من الحشد الشعبي، إضافة إلى مشاركة قوات سوات لشرطة نينوى لمسك الضفة الغربية والتطويق من جهة الغرب. ثم إنزال قوارب وعبور القوات بواسطة القوارب إلى الجزرة الغربية على محورين، محور الفوج الثاني لواء 50 ومحور فوج المغاوير. أسفرت العملية عن تدمير أنفاق عدد 2 والعثور على مضافات عدد 2، وكذلك اعتقال 8 مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب ضمن منطقة قنعوص، بالإضافة إلى العثور على بنادق كلاشنكوف وسبطانات أسلحة وبعض الأشياء الممنوعة. تم حرق المضافات والمكانات التي تشكل ملاذا آمنا للدواعش في الجزيرة الغربية، وأصبحت الآن أرض جرداء لا تسمح بالاختفاء أو التنقل ضمن الجزيرة. الجزء الشرقي تم البدء بتأسيس رأس جسر وفتح الطرق ما بين الشارع الرئيسي وحافة النهر، وهي عبارة عن أراضي زراعية كانت لا تصلح لتقدم العجلات. الآن بإمكان العجلات النزول إلى حافة النهر، وتم جلب كميات كبيرة من أنقاض البيوت المهدمة لتأسيس المعبر. قوات الهندسة العسكرية في الفرقة 14 تبذل جهد كبير
لإسناد القطعات وفتح الطرق وتأمين الإسناد الهندسي على جميع المحاور. العملية ستستمر وسيتم إكمال الجسر والعبور إلى داخل جزيرة قنعوص وإنزال قوات برية داخل الجزيرة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لأن لا تبقى جزيرة قنعوص ملاذا آمنا أو منطقة عبور ما بين ضفتي نهر دجلة يتنقل من خلالها الدواعش بكل سهولة. قواتنا عازمة على القضاء على داعش كليا ضمن قاطع المسؤولية.